تدور كل أخبار العالم حول الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. هل نعاني؟ نعم، ولكن أراد بوتين أن يفرق الشعب الأوكراني، ولكنه بالعكس وحدنا وجعلنا متلاحمين ومتناغمين أكثر. دائما ما كانت أوكرانيا لقمة سائغة للدول المجاورة وخاصة لروسيا، ولكننا قد كسرنا أغلال العبودية في الماضي وسنصمد الآن أيضا من أجل إقرار السلام في بلدنا وفي العالم كله. الشعب الأوكراني قوي وشجاع، لن نتسامح مع الظلم أبدا. لن يستطيع أي جيش في العالم هزيمة الشعب الأوكراني، لأن كل منزل سيكون قنبلة تنفجر في وجه العدو. المجد لأوكرانيا، للأبطال مجد. سلافا أوكرانيا، هرويام سلافا.